وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار البروفيسور فيصل الملا، أستاذ العلوم الرياضية في كلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين. مساء الخير وأهلا بك معنا دكتور في استوديو مركز الأخبار. مساء النور، بداية أرحب بك وجميع المشاهدين. نعم، بداية دعنا نتحدث عن أهمية احتضان مملكة البحرين لمثل هذه الفعاليات الرياضية وانعكاسها على مختلف المجالات. طيب، دعيني في البداية أقول في الواقع أن هذه الصناعة إذا جاز للتعبير، نعم، والتي في الواقع أسست لها مملكة البحرين في منطقة الشرق الأوسط منذ صحيح. 2003، نعم، والنجاحات المتواصلة من خلال تنظيم المملكة حق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد على مدى 19 عام، نعم، يجسد الرؤية الثاقبة والحكيمة لسيدي صاحب الجلالة الملك بلاد المعظم، وكذلك النهج الاستشرافي، نعم، لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي اعتبر أن هذا المشروع هو عبارة عن مشروع حضاري يسهم في عملية نقل البحرين إلى مصاف الدول الكبرى، وكذلك يسهم في تعزيز في الواقع البحرين من جميع الأصعدة ليس فقط على الصعيد الرياضي. طيب، لو يعني تركت لي المجال أوضح ما هي العوائد وكذلك الفوائد التي يعني جنتها مملكة البحرين طيلة 19 عام وانعكست على جميع الأصعدة، راح يعني أختزلها في أربع أصعدة. أول شيء على الصعيد في الواقع الصناعة وصناعة التجارة. في الواقع سباق الفورمولا على مدى 19 عام أسهم في عملية انتعاش الاقتصاد بدرجات كبيرة، سواء انتعاش الاقتصاد الفنادق وشغلها تقريبا 90% من غالبية الفنادق خاصة الدرجة أو النجوم الخمسة، كذلك أسهم في عملية تعزيز التجارة التجزئة وكذلك تجارة المطاعم وكذلك المواصلات وكذلك المطارات والحجوزات. وتشير يعني أكثر الدراسات الأخيرة أن يعني قيمة العوائد التي حققتها مملكة البحرين لكل سنة على مدى 19 عام حوالي 400 مليون دولار، لو حسبناها تقريبا 7.5 مليار على مدى 19 عام. كذلك أسهم السباق في عملية استغلال وتوظيف الأيدي العاملة سواء المؤقتة أو الدامة في حدود 3000 تقريبا شخص خلال هذه الفترة. هذه على الصعيد صناعة الاقتصاد. طيب، على صعيد صناعة السياحة، في الواقع أن هذا السباق ساهم في عملية الترويج للسياحة في مملكة البحرين، واعتبرت السياحة من ضمن بعض الأقطاب السياحة العالمية، لذلك زادت الأفواج من خلال بحكم أن في الواقع أنا تتبعي لهذا السباق من 402 لغاية 422 وجدت أن أنا السياحة زادت، كانت في 35 ألف وصلت إلى آخر السباقات إلى 100 ألف. عادة هذا السباق يعتبر من ثالث أكبر سباقات في العالم مشاهدة في العالم، أعطيك بعض الأرقام تكون حلوة جدي. 1.8 مليار يتابع هذا السباق عبر التلفزيون، نعم، تقريبا نصف مليار مشجعين يعني 500 مليون في الواقع. مع كل سباق في بعض الدول المتقدمة يكون عدد المشاهدين 200، نحن في البحرين يفوق 100 على حسب الثلاث أيام، آخر يوم تقريبا 60 ألف على حدد الأعداد. لذلك تلاحظين أن الأعداد ساعدت على عملية استقطاب عدد كبير من السياحة في مملكة البحرين. طيب، الصعيد الثالث هو على صعيد عبارة عن استضافة البحرين للأنشطة والفعاليات الرياضية وتنظيمها، نعم، أسهم هذا السباق باستقطاب جميع الاتحادات الدولية والإقليمية أن تنظر إلى البحرين، هي عبارة عن فرصة كبيرة لإنجاح أي حدث رياضي، وهذه حتى انطباع في الواقع للجميع. وأكثر شهادة في الواقع الحدثين الأخيرين، أول شيء اجتماع المجلس الدولي لسباق السيارات خلال الخميس والجمعة، وقبل شهر في الواقع اجتماع الكونغرس الأسيوي في البحرين هو عبارة عقد في شهر فبراير، وهي يعطي انطباع أن صناعة استضافة وإقامة الفعاليات الرياضية أسهم فيها السباق بدرجة كبيرة. نعطي أو نتحدث عن آخر صعيد هو عبارة عن زيادة أو يعني تسريع البنية التحتية ليس الرياضية فقط ولكن الأساسية. نعطي مثال، نلاحظ حين منطقة الصغير السباق أسهم في عملية استقطاب أكبر الشركات وكذلك المركز المعارض بني فيه، والنظر المستقبلية نتحدث عن هالمنطقة في الواقع راح تقام فيها المدينة الرياضية المستقبلية، يعني معناته أن الفورمولا سام في عملية تسريع أو تعجيل يعني البنية التحتية ليس فقط في مجال الرياضة ولكن في المجالات الأخرى. أضيف المطار والشوارع والاتصال كل في الواقع عبارة عن نواتج أو نتاج، نعم، أو نتاج في الواقع الفورمولا 1. لذلك عندما أشوف هذه العوائد والفوائد والمكاسب يجب أن أنا أكون على قناعة أن ترى هذا السباق ليس رياضي، أصبح هو عبارة عن صناعة
نعم. تجارة، اقتصاد، كذلك ثقافة واجتماع. هذا السباق عزز حق مملكة البحرين وعرفها في دول العالم أن هي دولة التسامح والتعايش، لأن هذا السباق في الواقع أعطى انطباع الشعب قام بتعزيزه بشكل مباشر. نعم، يعني من خلال ما ذكرت ربما يعني يأخذنا الحديث للتطرق إلى تحول الرياضة إلى صناعة، بحيث ستكون في يوم من الأيام رافد مهم للاقتصاد الوطني. من منظورك كأكاديمي يعني كيف ترى هذا الموضوع فيما يتعلق بسباق الفورمولا 1؟ طيب لو سألتيني هل ما هي النظر المستقبلية؟ نعم. بقول لك اللي قلتيه بشكل صحيح. طيب ما هي المؤشرات؟ المؤشرات أن الفورمولا عملت عقد جديد لغاية 2036. نعم. هذا يعطي انطباع أن أكيد هذه عبارة عن مشروع موجود مملكة البحرين، هو مشروع رائد ومتميز. النقطة الأخرى أن حلبة البحرين تفوقت وحصلت على 4 جوائز في 2004، أفضل تنظيم في 2006، أكبر إعلان في 2007، أفضل حلبة للأمن والسلامة. نعم. هذا يعطي انطباع أن ترى هذا المشروع رائد ومتميز، وسوف تكون ثماره في المراحل القادمة جدا كبيرة. طيب ما هي الأسباب أختي سارة؟ أحد الأسباب هي عبارة عن دعم القيادة العليا لهذا السباق بشكل خاص. صحيح. وللرياض بشكل عام. نعم. سيدي جلالة الملك وكذلك السمو الملكي ولي عهد رئيس مجلس الوزراء لهم دعم كبير. نعم. ويكفي أن ولي عهد رئيس مجلس الوزراء يتابع فعليا، ليس فقط من خلال الدعم، وإنما يتواجد في الحلبة ويتابع. نعم. الإجراءات. ثاني في الواقع سبب هي عبارة عن الدعم الكبير اللي يأتي من جميع القطاعات الحكومية والوزارات، وزارة الداخلية، وزارة الأشغال، وزارة المواصلات، وزارة الإعلام أو هيئة الإعلام، كلها داعمة في الواقع لأنها تسهم في عملية إنجاح هذا السباق. ثالث سبب في الواقع هو عبارة عن كفاءة الأيدي العاملة. نحن خلال هاي 19 سنة في الواقع قمنا بعملية إعداد كوادر رياضية ليس على مستوى تنظيم السباق في البحرين، ولكن على مستوى تنظيم أو مساعدة في تنظيمات السباقات على المنطقة وكذلك بعد أبعد منطقة مثل سباق أذربيجان وكذلك سباق الذي عقد في الإمارات والمملكة العربية السعودية. نساهم الكادر الوطني والتطوعي في هذا النجاح. نعم. آخر سبب في الواقع هي عبارة عن البنية المتميزة. نتحدث عن أفضل حلبة في 2004 في العالم هي حلبة لؤلؤة الصخير. نعم. لذلك معناته أن أنت توفر عندك هذه البنية، وإضافة أن منطقة الصخير في المستقبل راح تكون هي عبارة عن اعتبر مدينة رياضية. نعم. وجودها المنشآت الرياضية الضخمة أيضاً. الواقع راح تستقطب. وكذلك إضافة إلى الجوانب الأخرى المرتبطة بالشغف الموجود عند الشعب البحريني. نعم. أنت لاحظي أي واحد يعني يستقبل الشعب البحريني يستقبله بحب وروح. نعم. وهذه في الواقع الذي يستقطب جدا السياحة في الواقع، وكذلك يستقطب المنظمات الكبيرة إذا تشعر التعايش والسلم والأمان. آخر نقطة، البحرين، مملكة البحرين بقيادتنا الرشيدة نتمتع بأعلى مستويات الأمان، وهذه أحد معايير نجاح أي سباق للنظر المستقبل. لذلك عندما تسأليني أول شيء النظر جدا باهرة المستقبلية. نعم. مع مرونة بهذه الخبرات والنجاحات. نعم. على مدى 19 سنة. نعم. وكذلك بدعم قيادتنا اللامحدود بجعل الرياضة في الموقع الدولي والعالمي كوجهة مفضلة حديث. نعم. استقطاب ليس الرياضة فقط ولكن لجميع المجالات. نعم. البروفيسور فيصل الملا أستاذ العلوم الرياضية في كلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.